السلام عليكم، مرحبا. اذا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط منطقه المعارف، اللي توصلت قناه شوف تي في بشكايات من عدد من الساكنه ديال شارع المسيره الخضراء، اللي كيقولوا بان مجموعه من الشابات كي ولاو كيتاخذوا هذا الشارع كما كان لاصطياد الزبائن ديالهم هنا ليلا، وكيوقعوا مشادات وشجرات بين هاد بائعات الهواء وبين الزبائن اللي كيكونوا عائدين من الشاطئ الساحلي عندهم. قناة شوف تي في جات لهذا الشارع، هذا هو شارع المسيرة الخضراء، غادي نشوفوا ما يقع هذا الشارع المحادي لأحد أكبر وأشهر الفنادق بمدينة الدار البيضاء. بقاو معنا. نستمر في الجولة ديالنا بشوارع مدينة الدار البيضاء، خصوصا بوسط المدينة. بقاو معنا في هذه الجولة الليلية عبر قناة الشعب قناة شوف تي في. شوفوا كاع هاد الشوارع المحادية لهذا الشارع، ربما يكونوا غير المحطة أو المكان ديال الوقوف ديالنا. قوم Thank you.
هذه أشهر الشوارع اللي يكونوا بها شابات في مقتبل العمر كيعرضوا الأجساد ديالهم اللي عايبين في بلاد الجنسية. متنساوش بأن قبل قليل تابعتهم على قناة شوف تيفي بأن عناصر أمنية خصوصا فرقة محاربة العصابات يقوموا بواحد الحملة كبيرة من أجل تنقيط أي شخص كيتشابه فيه بأنه مبحوث عليه. يعني كاين حملة أمنية كبيرة اليوم في مدينة الدار البيضاء خصوصا في وسط المدينة من أجل الفارين من العدالة. هذا أكيد هذا هو شيء اللي خلانا ما نشوفوش عدد كبير من الشابات هنا في هذه الشوارع اللي كيعرفوا الأجساد ديالهم. إذا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. أكيد غادي نلتقي في مباشرين آخر بعد قليل. إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.